حياكم الله مشاهدينا. إذا نفتتح حلقة الليلة من برنامج من عمان بإنجاز طبي ويحدث لأول مرة في سلطنة عمان، وهو يعني إجراء نوع جديد من جراحات القلب باستخدام تقنيات متقدمة وفق أحدث العلاجات الدولية عبر التدخل المحدود ودون الحاجة لفتح القفص الصدري. نعرف تفاصيل أكثر عن هذا الإنجاز الطبي من خلال ضيوفنا اللي منورينا في استديو من عمان، الدكتور علاء بن حسن اللواتي استشاري جراحة القلب رئيس قسم جراحة القلب بالمستشفى السلطاني. أهلا وسهلا بك دكتور علاء. أهلا وسهلا، حياكم الله. وأيضا الدكتور قاسم بن صالح العبري استشاري جراحة قلب بالمستشفى السلطاني. أهلا وسهلا دكتور قاسم. أهلا بكم، شكرا على الاستضافة. حياكم الله. أكيد في البداية نبارك لكم ولنا جميعا يعني هذا الإنجاز الطبي دكتور علاء. شكرا لكم، بالطبع احنا نفخر بهذا الإنجاز والذي تم على أيدي كوادر عمانية. دكتور قاسم العبري زميل وهو كان قائد الفريق الطبي في هذا العمليات. جميل جدا. إذا دكتور يعني قاسم، أنت كنت قائد الفريق الطبي بالمركز الوطني للطب وجراحة القلب بالمستشفى السلطاني الذي أجرى هذه العمليات، إذا يعني هذه تهنئة أيضا خاصة لك ولفريقك أيضا. ربما يعني لو نكون أكثر دقة، يعني أنا عضو من الفريق اللي أجرى العمليات، وأشكر الفريق أنهم أكرموني أن أمثلهم هنا اليوم في هذا المنبر. طبعا الفريق تكون من جراحين قلب، تكون من أطباء تخدير ممرضين، وتكون من فريق للتروية القلبية. الفريق اشتغل كخلية نحل إعداد لفترة طويلة، من تقريبا العام احنا بدينا التجهيز لهذا اليوم. من عام؟ من عام تقريبا، ما شاء الله، من يوم انضمامي للمركز الوطني لطب وجراحة القلب. بدأ هذا الشيء بطلب المعدات الخاصة، والمرحلة الثانية هي تجهيز الفريق وإعداده لهذا اليوم. طبعا المعدات جديدة، الفريق ما عمره اشتغل عليها، يمكن الشخص الوحيد اللي اشتغلت عليه أثناء التدريب في الولايات المتحدة، وكان لابد من تجهيز الفريق لهذا اليوم. نعم. أول ما وصلت المعدات تقريبا في شهر سبتمبر الماضي، بدينا مساعدة الإخوان في القسم والمركز الوطني لطب وجراحة القلب، وبإشراف خاص من معالي الدكتور وزير الصحة جهزنا الفريق وبدينا إعداده لهذا اليوم. طبعا خطوات إعداد الفريق تمت بداية بالتعريف على المعدات الطبية، الشيء الثاني تحديد أهداف الهدف، تحديد الأهداف من المستقبلية لهذه المعدات الطبية، وإجراء العمليات عن طريق الفتحات الصغيرة والمناظير. نعم. من دون شق القفص الصدري، وبعدين بدينا نجهز الفريق لاستخدام هذه الأدوات في العمليات الاعتيادية، تجهيزاً يعني أو استعداداً لو في أي إشكالية في هذه الأدوات نحب نكتشفهم في الظروف اللي احنا متعودين عليهم. جميل. فبدينا بهذا الشيء، وخطوة خطوة يمكن دكتور علاء بيتطرق أكثر للأجهزة الإدارية لهذا التجهيز. نعم. احنا أكيد راح نخوض في تفاصيل أكثر عن التقنيات المستخدمة. صحيح. والاستعدادات كيف جرت لهذه العمليات، ولكن بعد ما نعرف من الدكتور علاء يعني أهمية هذا الإنجاز الطبي بالنسبة للمستشفى السلطاني وأيضا لمرضى القلب. نعم. طبعا هذا نوع من الجراحات يفتح مجال لكثير من المرضى لتلبية احتياجاتهم المختلفة، يفتح لنا باب لتقليص فترة الاستشفاء بعد العمليات، فترة الاستشفاء سواء في المستشفى أو في المنزل بعد ما المريض يترخص من المستشفى. ايضا تدريب الكادر الطبي، انت كل ما تزيد كفاءة الكادر الطبي في وتأهلهم لاستخدام هذا النوع من التقنيات، كفاءة الطاقم الطبي يزداد، جودة العمل والخدمة المقدمة تزداد، وهذا ما ينعكس على خدمة المرضى، وهذا ما نسعى إليه جميعا. نعم. يعني هذه التقنية بالتحديد دكتور علاء يعني وإجراءها لأول مرة في سلطنة عمان أكيد جاءت مثل ما ذكر الدكتور قاسم، يعني كان استعداد منذ عام، ولكن أكيد هذه التقنية كانت معروفة على مستوى العالم وحتى تم تطبيقها في سلطنة عمان، نعرف أكثر يعني عن هذه التقنية. نعم. هذه التقنية موجودة من العقد الماضي أو من أواخر العقد قبل الماضي في العالم، وتم تطويرها طوال السنوات الماضية. الآن هناك برامج تدريبية متخصصة
فقط في هذه تقنيه. كنا نفتقد لوجود جراحين يختصون بهذه التقنيه، واسعدنا الحظ بوجود الدكتور قاسم. وبعدين بدينا ندرب الطاقم المحلي على استخدام هذه التقنيه بنفس مثل ما تفضل الدكتور قاسم. نعم. بعد ما بدينا ندرب الكادر المحلي كنا في وضع مؤهل لبدء هذه العمليات. تم اختيار المرضى، طبعا اختيار المرضى ايضا يتم على معايير، لانه ليس جميع المرضى ممكن تعمل لهم هذه العمليات. ما هي هذه المعايير دكتور؟ طبيعة المرض، في أماكن في القلب ممكن تصل إليها عن طريق التدخل المحدود، في أماكن في القلب ما ممكن تصل إليها عن طريق التدخل المحدود. فإحنا دائما نفصل الآن عمليات القلب المفتوح للتوضيح لسادة المشاهدين، عمليات التقليدية التي تتم عن طريق شق القفص الصدري، والعمليات الآن عن طريق التدخل المحدود. هذا وسع لنا الدائرة التي ممكن نجري فيها العمليات. فمثل ما خبرتكم الآن في أماكن في القلب ما ممكن نصل إليها، لابد أن تجرى لها العمليات التقليدية. نعم. طبعا مع تطور التقنيات في السنوات القادمة نتوقع أنه حتى هذه العمليات ممكن تجرى، ونوسع الدائرة شيئا فشيئا إن شاء الله. نعم دكتور قاسم، أجريت 9 عمليات. صحيح. إذا تم الإعلان عن هذا الإنجاز. صحيح. طبعا الخطوة الأولى يعني مثل ما تفضل دكتور علاء، اختيار المرضى تم على معايير وشروط دقيقة. تم إبلاغ المرضى أنه إحنا بنستخدم التقنية الجديدة في العمليات. وتم يعني بث الثقة في نفوس المرضى أنه التقنية جديدة على البلد، لكن أنا استخدمتها أثناء التدريب ولي ثقة تامة أنه الأمور بتمشي بشكل حسب المخطط بالضبط. وكيف كانت ردة فعلهم وردة فعل أيضا أهلهم؟ لأن هذه التقنية جديدة يعني وما متعودين عليها. صحيح، لكن مثل ما خبرتك بالتخاطب مع المرضى وبالشرح المفصل ولثقة المواطنين والمرضى في المركز الوطني للطب وجراحة القلب، ودائما يعني المركز الوطني يفاجئ المجتمع بالإبداع وبالتواكب مع التكنولوجيا الحديثة. جميل. هم يعني كان لديهم ثقة أن هذه الخطوة راح تكون للأمام، وأن كل شيء مخطط له وما بيجرب بشيء عشوائي. ومثل ما وعدناهم الامور مشت زينه، والحمد لله رب العالمين. اليوم قبل ما اجي للاستوديو هنا تواصلت مع كل المرضى بالتليفونات، او اغلب المرضى عشان اكون دقيق، وكلهم في حاله نقاهه جيده وفي معنويات عاليه، وكلهم راضين بالخدمه اللي قدمنا لهم اياها الحمد لله. جميل، كذا طمنا احنا على المرضى. هم 9. صحيح. خلال أسبوع أجريتوا هذه العمليات؟ نعم. صحيح. خلال أسبوع، كم عادة تستغرق يعني مدة العملية؟ في العادة يعني العمليات الجراحية بالتدخل المحدود ما تأخذ وقت أقل من العمليات الجراحية بالشق القفص الصدري، لأنه استخدام هذه التقنيات هو يعني يتطلب مهارة ودقة عالية، فالوقت يعني وقت العملية بالنفس يأخذ تقريبا من 4 إلى 5 ساعات. نعم. انزين، فاحنا اجرينا عمليتين كل يوم بدايه من 18 من ديسمبر الى تقريبا 23 ديسمبر. اجرينا عمليتين يوميا، والحمد لله يعني كنا ننتهي من في وقت قياسي. جميل. الدكتور ايضا يعني دكتور علاء ذكر نقطه مهمه، اللي هي ان مده الاستشفاء باستخدام هذه التقنيه تكون اقل من. صحيح. العمليات يعني كم مدة الاستشفاء عادة تكون يعني حاليا مع استخدام التقنية الجديدة؟ صحيح، طبعا معظم المرضى مالنا ما كثوا في العناية المركزة تقريبا يعني بالمتوسط 13 ساعة. في العادة المريض يجلس في العناية المركزة من يوم إلى يومين، وبعدين يروح إلى عناية متوسطة يوم أو يومين، وبعدين يروح للجناح من يومين إلى 3 أيام. فأنت تتكلمي عن 5 إلى 7 أيام في المستشفى. مرضانا بالطريقة الجديدة للتدخل المحدود ظلوا في العناية المركزة 13 ساعة، عدوا مرحلة العناية المتوسطة، يعني راحوا إلى الأجنحة الاعتيادية من دون ما يروحوا إلى العناية المتوسطة. معظم المرضى جلسوا في المستشفى معانا 3 أيام، وجلسناهم 3 أيام لأنه التقنية تستخدم لأول مرة، حبينا نتأكد أن كل شيء يمشي على ما يرام. ونفس الشيء عمان مترامية الأطراف، ما بغينا نعمل مريض من الظاهرة وكل ثاني يوم بعد العملية ترجع إلى الظاهرة أو للداخلية والباطنة. بغينا نتأكد أن كل شيء تمام، بحيث أن الأمور تمشي بطريقة جيدة في البدايات عشان نضمن الاستمرارية. ونفس الشيء حبينا نتأكد أن الفريق يعني مطمئن على سير نقاهة المريض بعد العملية، عشان كذا حطيناهم 3 أيام بعد العملية. لكن في قابل الأيام يعني إن شاء الله المدة راح تتقلص،
وبالنسبة لاستشفاء المريض بعد العملية، يعني معظم المرضى إن شاء الله سيعاودوا حياتهم الطبيعية خلال أسبوعين من العملية، هي تقريبا نص المدة من العمليات الجراحية. جميل. فهذا بدوره راح يقلل كثير العبء والكاهل على النظام الصحي بإذن الله تعالى. جميل. أيضا دكتور علاء، لو نتكلم استخدام هذه التقنية، وأيضا يعني كيف ساعد هذا التدخل الطبي بهذه التقنية الجديدة في الحد من المضاعفات وأيضا تفادي إجراء عملية شق عظمة القفص الصدري؟ نعم، أعتقد هذا سؤال مهم جدا. في الجراحة بشكل عام، سواء كان جراحة للقلب أو جراحة في أي مكان من الجسم، كل ما تقلل من حجم الجرح تمشي في اتجاه التدخل المحدود، فأنت تلقائيا تقلل نسبة المضاعفات المحتملة للمريض. نسبة المضاعفات المحتملة مثل التهاب في الجروح، النزيف الداخلي لا سمح الله، أذى لأعضاء من الجسم الجانبية، هذه كلها نسبة احتماليات حدوث هذا الشيء تقل مع عمليات التدخل المحدود بالمقارنة مع العمليات التقليدية. نعم جميل. عندك إضافة دكتور؟ يعني النقاط اللي ذكرها دكتور علاء، من عادة نحتاج إلى نقل دم للمرضى بعد العمليات. من 9 مرضى اللي عملناهم ولا مريض يحتاج إلى نقل دم، فكمية النزيف يعني أقل بكثير من العمليات الاعتيادية. وبعدين أعتقد أنه عظمة القفص الصدري هي مقابلة للعمود الفقري من الخلف، فدائما لما نفتح هذه العظمة نحن نقفلها بطريقة محكمة، لكن المريض لا يظل، يعني هذه العظمة مهمة جدا لنشاط الجسم البدني، فإذا هذه العظمة ظلت يعني غير متأثرة بالعملية الجراحية وإحنا ما قصيناها، حركة المريض وكمية الألم وعودته للحياة الطبيعية أتوقع هي السر في الاستفادة من هذه العمليات الجراحية. جميل جدا. طيب القادم الحين دكتور علاء، يعني والمضي قدما أيضا في تطبيق هذه التقنية الجديدة، هل يوجد مرضى أيضا سيخضعون لهذه التقنية عندكم في لستة الانتظار مثلا؟ بالتأكيد. طبعا احنا كنا متفقين انه ما ننهي سنة 2023 الا واحنا ادخلنا هذه التقنية الى المركز عندنا، والحمد لله تمكننا من ذلك. الان الخطة القادمة لسنة 2024 اللي بندخل عليها الاسبوع القادم، انه نجري من 70 الى حوالي 100 عملية على اقل تقدير في السنة القادمة. ما شاء الله. المرضى احتياجاتهم بلا شك ما بتكون موجودة، والمعايير نفسها ستستخدم، وسنبدأ نوسع الدائرة شيئا فشيئا. كل ما الفريق تعود على إجراء هذه العمليات، كل ما كفاءة الكادر تزيد، كل ما سنتمكن من إجراء هذه العمليات بكفاءة أكبر بنتائج أفضل وخدمة للمرضى بشكل أفضل. وأيضا مسؤولية تدريب الكادر وفريق، أيضا يعني عدة فرق للقيام بهذه العمليات. صحيح. أيضا دكتور قاسم شيء مهم. صحيح. نقل الخبرات. طبعا في البداية كنا حريصين ان الفريق اللي يقوم طبعا عندنا عدد كبير من اطباء التخدير، من اخصائيين تروية، من الممرضين، فاتفقنا في اول 10 حالات ان نحدد عدد معين من الطاقم للقيام بالعمليات. الخطة في المرحلة الجاية انه نشمل يعني الطواقم الاخرى، ممرضين اخرين، اخصائيين تروية اخرى، ونفس الشيء نزيد من صعوبة هذه العمليات. في العمليات التسعة الأولى عملنا مثلا صمام واحد، عملنا شريان واحد، عملنا فتحات في القلب. اتفقنا أنه في المرحلة الجاية نزيد مثلا المرضى حتى اللي يحتاجوا صمامين. نعم. اللي يحتاجوا صمام مع شرايين، نزيد من صعوبة العمليات بحيث أن يكون الفريق تعود والمواطنين والمرضى عندهم الثقة فينا، فبإمكاننا نزيد من صعوبة العمليات. ومثل ما تفضل دكتور علاء، قائمة الانتظار طويلة، والأسبوع القادم لدينا عمليتين من هذا النوع بإذن الله تعالى. إن شاء الله تكلل بالنجاح بإذن الله. دكتور علاء عندك؟ نعم. أنا طبعا يهمني أنه أذكر أنه إحنا كان الهدف أنه نبدأ الخدمة، ولكن نعم. أيضا في أهداف مهمة جدا، وهي استمرارية تقديم الخدمة. صحيح. التوسع فيها وجودة تقديم الخدمة. الخدمة لازم تجرى للجميع بنفس الجودة وبنفس الكفاءة، وننتقل من أفضل إلى أفضل. نتمنى لكم كل التوفيق. أكيد يعني جهود تذكر فتشكر. كل الشكر لكم على جهودكم الدائمة في هذا المجال وحرصكم على استخدام التقنية
التقنيات الحديثة أينما كانت في دول العالم وتطبيقها في سلطنة عمان، مما يؤدي أكيد إلى طبعا التقدم وازدهار المجال الطبي معنا هنا في السلطنة. كل شكر لك الدكتور علاء بن حسن اللواتي، استشاري جراحة القلب، رئيس قسم جراحة القلب بالمستشفى السلطاني، والدكتور قاسم بن صالح العبري، استشاري جراحة قلب بالمستشفى السلطاني. نبارك لكم مرة أخرى، ونبارك لنا هذا الإنجاز الطبي في سلطنة عمان، ونورتونا في من عمان. شكرا لكم. إذا نحن متواصلين معاكم بعد الفاصل مشاهدينا، نسلط الضوء على الموسم الجديد للنادي الثقافي لعام 2024. خلكم معنا.